يصول ويجول وكأنه وردة في الميدان. تحية لهذا المصور الرائع. إذن لقطات على الشاشة أيضا من مشاركة الفحول في هذا الشوط، الشوط الرائع. شاهدنا فيها أيضا تنافس قوي بين الفحول المشاركة. وهنا حتى الآن لازلنا بانتظار آخر نتائج نتيجة الفحل رقم 252 دي صامت لمحمد حسين الدرمكي، هل سيدخل في صراع الصدارة؟ نذكركم حضورنا الكريم ومتابعينا الأعزاء بأن يوم الغد سيكون آخر أيام بطولة أبو ظبي الدولية لجمال الخيل العربية. سنشهد معا أشواط الفحول بعمر 4 إلى 6 سنوات الفئة باء وجيم، وأشواط الفحول بعمر 7 سنوات فما فوق الفئة ألف وباء. وبعد ذلك سنشهد بطولة الإمارات الوطنية، بطولة الأبطال، يوم حافل موعودين به إن شاء الله غدا. والآن مع آخر النتائج على الشاشة الآن، دي صامت لمحمد حسين الدرمكي في الهوية العربية 19.5 من قبل 7 حكام، 19 من قبل حكم الثامن. الرأس والعنق 19.25 من قبل 6 حكام، 19.5.